عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج كنت سفيرا. في هذه الحلقة نستكمل الحديث مع الفريق أول سعادة السفير علي محمد حسن المؤمن. أدعوك إلى بداية الحلقة. عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج كنت سفيرا. اليوم في هذه الحلقة نلتقي مجددا مع الفريق أول سعادة السفير علي محمد حسن المؤمن. ومحمد حياك الله معنا، ونستكمل الحديث الذي كنا قد توقفنا به في الحلقة الماضية، وهو أول تكليفك بالعمل كسفير لدى العراق. طبعا بالنسبة لي خلينا أقول الجانب القيادي لي تجربة العسكرية وتعامل مع قيادات السياسية والقيادات العالمية وبالأخص الحلفاء. دائما الحلفاء، دائما القائد دائما يكون معاه رديف مدني من وزارة خارجية ملحق بتلك القيادة. فنعرف ان عملنا يعني كلنا مثل ما ذكرت بالبداية العسكرية عتلة بيد السياسيين، وطبيعي حضرة صاحب السمو شرفني ان ارشح كأول سفير لدولة الكويت، والأخ الجار الله قال لي بعد مرور كذا سنة وجفاء ربما كثر ما هو مكسب معنوي لي كعلي المؤمن كن سفير بالعراق، زائد موضوع ثقة قيادتي وعلى رأسها صاحب السمو أن أقوم بهذه المهمة. وطبعا مشيت على الروتين، صدر المرسوم الأميري، حضرت أمام صاحب السمو، أديت قسم الشرف أن أكون ممثل لصاحب السمو. وبعدها طبعا التقيت بالقيادات السياسية الكويتية، منها سمو رئيس الوزراء ذلك الوقت الشيخ ناصر محمد، وعودة إلى معالي وزير الخارجية الشيخ محمد، وصار تبادل الرسائل بخصوص ترشيحي. والآن سفير العراقي وصل الكويت على فكرة في ذاك الوقت، كان وقت أي نعم. وأنا طبعا خلال عمل الإنساني كانت لي رحلات عديدة بالعراق، وبعضها ما يخلو من المخاطر أكثر من مرة. وأعتقد أحد المرات نزلنا ببغداد في ليلة ظلماء، معنا بعض الصحفيين الكويتيين وبعض يعني ذوي الاهتمام، كنا طبعا ننقل مواد إنسانية زائد ناخذ قطع الكويتية خطوط جوية الكويتية، وكان مطار بغداد ظلم ونزلنا بالأشعة الحمراء. وعندما أقلعنا قصفنا بالصواريخ ضد الطائرات، بس الطائرات الأمريكية كانت في يعني فيها استعدادات مضادة للحراري والمغناطيسي إلى آخره، والمناورة البعد عن الخطر، بس كان إحساس داخل الطائرة أن في شيء حصل خطر علينا. فالمهم هذه أول نزلة لنا ببغداد وتكررت، فصار نزولي بالعراق وخروجه من العراق حق طبيعي. بس أجمل جزئية البداية عندما كلفت، يعني كيف تلقيت الخبر؟ يعني هل كنت أيضا أنت مهيئ من خلال عملك في لجنة العمل الإنساني؟ هل كنت تتوقع، هل تفاجأت بأنك ستكون تمثل الكويت في داخل العراق؟ والله ما في شك لازم يكون هنالك شيء مفاجئة، يعني هذه نقلة. نعم. نقلة من العسكرية للعمل الإنساني، وبعدين قرب انتهاء أن أرشح كسفير، لأن أنا ماني سفير محترف. نعم. أو دبلوماسي محترف. ربما نتحدثنا شوية عن الخلفية العسكرية تساعد على القيام بمهام مختلفة، إنما ما كان مخيلتي أني راح يتم اختياري.
إلى أن فاتحني الله يسلمه الشيخ محمد الصباح. بس مع هذا ربما اختلط ما بين وفاجئ أني أرشح وما بين اعتباري أن عملية تقدير لي وثقة أني أقوم بهذه المهمة في ذلك الوقت وذلك الظرف. نعم. وكوني ربما وهذا بين ببعض الصحافة العراقية كوني عسكري سابق، والبعض كان ينظر أن كوني عسكري سابق ربما عندي حس عدائي ربما. نعم. وكنت تماما آخر يعني. تماما أخذت باعتباري أني الجانب خل أقول ثقافة الدفاعية والعسكرية يجب ما يكون له أي تأثير على عملي، إنما عملي أحاول قدر الإمكان إبراز الموقف الكويتي وخدمة السياسة الكويتية والوصول لحلول، مع أخذ بالاعتبار حساسية الموقف وإقناع أخواني العراقيين بصحة الموقف الكويتي وحقوق السيادة الكويتية، مو من منطلق الندية والعند، إنما بالإثبات والوقائع والمعلومات. فيعني وجدت أنه جانب معنوي ومشرف لي، جانب مسؤولية، وإذا سأتت هذه المسؤولية أن أخدم وطني ما أجملها من مهمة. هل رحت وأنت يعني مكون وعندك قناعات بكيف تسلك مع الأمور، يعني كيف لو هجمت ماذا يكون الموقف؟ كيف طبعا كان يعني وقتها في العراق أحزاب مختلفة، فيها من يكون العداء، فيها نصف العداء، فيها هو معك ولكن ظاهريا معك ولكن داخليا هو ضدك، طبعا متباين الآراء ووجهات النظر. أنت كرجل مقبل على هذه المجاميع والأطر المختلفة، كيف بدأت تتعامل معه؟ شوفي أنا طبعا أعتقد أني أنا متفائل بحياتي، وشفت مصاعب بعملي العسكري عن طريق الحروب كذا، وأن دائما إذا أخذت المسلك الصحيح للوصول لحلول تصل لها. وما يعني أنظر للجانب الإيجابي، الجانب السلبي إما أعالجه وإذا وجدت ما له علاج أتجاهله ولا أجعل منه مشكلة، أركز على الجوانب الإيجابية. مثلا كثير من القيادات العراقية لهي معرفة شخصية معهم بحكم مرورهم مركز عامة إنسانية، معظمهم كانوا مهجرين بدون استثناء، إلا ما قل دخل العراق غير عن طريق الكويت. فكنت مطمئن أني راح أروح إلى وسط لهم معرفة 7 سنوات أتعامل معهم بالجانب الإنساني. نزلت القرى العراقية، نزلت المدن العراقية، خدت أطفال عراقيين ماسكهم بإيدي بعد ما أرسلناهم إلى مستشفيات بريطانيا وأمريكا والكويت، ونزلهم إلى قرية وأسلمهم لوالدينهم ووريهم أن هذا إحنا الكويتيين. فكان يعني خل أقول هذه المرحلة عطتني درجة من الاطمئنان، زائد صار لي معرفة مع كثير من القيادات. طبعا لندن بلد يجمع الناس خاصة المهجرين العراقيين، هم يكون بعض اللقاءات وتعرف أشخاص، عرف كثير من القيادات عرفتها بلندن ثم عرفتها ببغداد، مثل بهاء العرجي على سبيل المثال. يعني عندي درجة من المعرفة والعلاقة العامة بالقيادات العراقية. ولما حقيقة طبعا أنا قلت لازم استعمل ثقافتي العسكرية نسبيا، لأن أنا رايح وسط ليس آمن لا علي ولا على العراقيين، فلازم قلت يعني مرحلة من مراحل حرب صبر التقدم. التقدم لما تكون أنت داش يعني مشروع عسكري بس ما تعرف، ما عندك المعلومات الكاملة، فلازم تستطلع، لازم تتحسس،
لازم تقيم الأمور وخلفياتها شنو. فالحقيقة أخذت بالاعتبار أن لازم أخذ جانب بالحضر من جانب الأمني. وحقيقة السيد الوكيل قال لي خل بالك ترى لو صار لك شيء بالعراق عمر العلاقات بينهم والعراق ما تتضبط خلصنا، إنما خذ حذرك. فأكدت على الجانب الأمني، الحمد لله خلفية عسكرية ما أعرفها شختار، والداخلية الكويتية والجيش الكويتي ما قصروا معاي، أعطوني يعني رجال قوات الخاصة حماية بقبول عراقي ماكو إشكال، ولا أخذ مجازفة غير محسوبة. لازم ما يعني أطلع من مقري أتحرك داخل بغداد، بس التحضير لازم يكون جيد، رجال حمايتي ينسقون مع رجال الحماية العراقية، يعني ناخذ جانب كل احتياطات ممكنة. وبعدين عندنا شغلة بالعسكرية الردع، إذا أي شخص آخر يتقصدك ويعرف أنك مستعد يتراجع. فإحنا أخذنا جانب أن أخذ احتياطات تكون رادعة أن الطرف الآخر ما يجرى عليك. طبعا هذا الجانب الأمني. جانب آخر خلي أسمي الموضوع السلبي، جانب الإعلام العراقي. كثير من القيادات العراقية لها موقف خاص من الكويت، حتى أخواننا العراقيين هم جميع وبعضهم تأثرت مصالحهم لأسباب يعني خارج إرادتنا احنا ككويتيين، بس ربما تحسب علينا وهي ما لنا علاقة فيها، ما لنا علاقة فيها. العكس يعني أنا خلال العمل الإنساني وجدت النوايا من ناحية الكويت بالانفتاح، خلينا نقول بالعلاقة، بناء الجسور، ما كده الله يذكره بالأخ حميد العوضي كان مسؤول المؤسسات بالخارجية، كان يحضر إجازي اليومي ونتبادل الآراء وكذا، وهو كان يعني له دور جزاه الله خير. تعاملنا مع بعض وهو عنده خبرة دبلوماسية كسفير وأنا عمل إنساني وكذا. ف يعني القيادات العراقية قدر الإمكان استعمل جانب الإقناع، والجانب الإقناع من منطلق صحة المعلومات اللي عندي. على سبيل المثال إحنا عندنا مشكلة تحتاج حل مع العراق ومعروفة. الآن لا دوري أنا كسفير إقناع الإعلام العراقي، القيادات الشعبية العراقية، قيادات السياسية العراقية بصحة موقفنا كحفاظ على سيادتنا ومصالحنا، في نفس الوقت نراعي مصلحة أشقائنا بالعراق. ما نأخذ من جانب التعنت مثلا، لا نأخذ من جانب التسامح، نأخذ بالاعتبار مصاعبهم. وربما العمل الإنساني لمدة 8 سنوات، وأنا عندي بعد أحد الوثائق إذا تقرونها، يعني حنا قدمنا ما يزيد يعني عن طريق المركز 500,000 تحت معرفتي، وكان 70% من مصادر كويتية والباقي مصادر من العالمية، المنظمات العالمية، لأن كان اندفاعنا نحو الطبابة، الأمور المعيشية للمواطنين العراقيين، يعني توفير مصادر كويتية مثلا، معروف فتحنا محطة مياه في قصر من مصادر كويتية مثال. طبعا الأرتال المساعدات ندرس حالات مناطق معينة وندرسها بالضبط ونتعامل مع الحلفاء ومع أخواننا العراقيين. فأنا أقول يعني هذا جزء من الدبلوماسية العمل الإنساني زائد النوايا الكويتية. أنا الملاحظ أن نوايا قيادتنا هي يعني مرحلة صعبة مرينا فيها، ربما أخواننا عانينا مآسي وايد، فقدنا خيرة شبابنا وحريمنا وكذا، ولحد الآن ما نعرف مصيرهم. بس مع هذا حقيقة لما يعني دخلت العراق الحمد لله هالعلاقات أثمرت. سعادة السفير، نتوقف عزيزي المشاهد في استراحة قصيرة ثم نعود بعد الاستراحة لنتحدث عن ماذا أثمرت هذه العلاقات التي استثمرها سعادة
السفير علي المؤمن. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي سعادة السفير الفريق علي المؤمن. أبو محمد، كنا قد توقفنا عند قضية كيف استثمرت هذه العلاقات وهذه المعرفة العسكرية والمعرفة من خلال يعني مكتب المساعدات في التعامل مع الأخوة في العراق. أنا الآن مضطر أروح لعام 1957-58 عودة. إيه ليش؟ لأن نرجع للعلاقات الشخصية. بعض الحالات مفيدة، وأقدر أذكر لك أسماء أشخاص عراقيين كنا ذوي علاقة طيبة لما كنا طلبة، وتأتي الأيام ونلتقي بالعراق. يوما ما عام 61 كنت أتصور وأنا قاعد على دبابتي بالحدود أني سألتقي مع 4 ضباط درسنا مع بعض، أحدهم اسمه ميسر الجبوري، كنا أفضل لاعبين كرة السلة بالكلية العسكرية وأخذنا البطولات وكنا كالأخوة. فزائد طبعا كل من مر على مركز العمل الإنساني، وهذا بكل تأكيد. وبعدين ودي أذكر السيد عبد المحسن الجربة، الشيخ من شيخ شمر، كان خير أخ لي في بغداد لما كنا في أحس نسبيا في غربة في البداية. نعم. الله يوفقه إن شاء الله. يعني هذا جانب الإنساني. نعم. الشخصي هذا طبعا من ناحية الشخصية. ثانيا عملي الرسمي يملي علي أني أحمل رسالة صاحب السمو للقيادة العراقية، أمثل وزارة الخارجية أمام الدبلوماسية والسياسة العراقية، زائد إقناع المواطن العراقي، القيادي العراقي إن كان عضو مجلس نواب أو كذا، بصحة موقفنا. أنا أعتقد ربما هذا دوري أنا كسفير نسبيا، أني أحضر عملي وثائقي المؤيدة لموقف بلدي وصحة هذا الموقف. وكنت أعتمد دائما بمساعدة بعض المراكز بالكويت، وزارة الخارجية، حتى بعض الوثائق العثمانية بصحة الموقف الكويتي. وأهتم جدا بأي وثيقة صدرت من العراق، لأن هذا عليه توقيع وزير أو كذا ما شابه. هذا يعني أنا كجزئية. أعتقد الخارجية الكويتي ممثلة يعني وكيل الوزارة والفرق اللي تتعامل مع الشؤون الخارجية والشيخ محمد، كان لهم كذلك مبادرات تواجد بالعراق وبالكويت لما شكل لجنة كويتية عراقية. فصار روتين اللقاء بالكويت وبالعراق. هذه كانت ذوبت كثير من الثلوج وفيها كثير من الصراحة. نأتي إلى قياداتنا السياسية. الشيخ محمد بادر بزيارة العراق، قيادات العراقية بادرت بزيارة الكويت، بس أعتقد القمة أتت متى؟ لما صاحب السمو. أيوة. لما صار موضوع مؤتمر القمة بالعراق. فكان طبعا في تردد الجانب الأمني، وأثناء الاجتماع صار تفجيرات كلنا سمعتها وحنا بغرفة الاجتماعات. فصاحب السمو الحقيقة رجل راعي التجربة، شو ركز على الجانب الإنساني. والآن برزت بجوانب أخرى، مواقف أخرى. صحيح. جانب سياسي. فالآن حضور، أول شيء حضور طبعا سمو رئيس الوزراء في ذلك الوقت ناصر محمد، لحقها صاحب السمو حضور المؤتمر وتبني يعني عقد المؤتمر أو بتشجيع أو بتقوية موقف العراقي بالمؤتمر، وحضوره وكلمته الحقيقة ذات يعني مو لأني أنا ممثل له، بس الحقيقة يعني فيها كثير من المعاني اللي وضعت المواطن العراقي بطمأنينة أكثر من السياسي العراقي. وأنا حسيت شخصيا بعد هذا التاريخ الناس بدأت تتكلم بالشارع عن موضوع الموقف الكويتي.
شايفه يعني خلينا نقول خدنا يمكن سنتين او سنتين ثلاثه، كل لقاءاتي احس فيها لازم ابذل جهد، وحتى الوفود تبذل جهد بالنقاش. من ذاك التاريخ بدات الامور تسير نحو التنفيذ فقط، يعني كان القرار القناعات وجدت، سهل اخذ القرار، ولما اخذ القرار صار حقيقة نجاح للدبلوماسية الكويتية، للسياسة الكويتية، ويعني حقيقة وضع العلاقة الكويتية العراقية في قالب يحكم الجيرة، الأخوة، الانتماء والمصالح المشتركة. فيعني صار فيها عدة عوامل، إن كنت أنا كسفير، إن كان دبلوماسية الخارجية، إن كان الوجود السياسي لصاحب السمو والقيادات السياسية، وقابلها حقيقة شهادة لله. حتى في بعض الأشياء الخاصة، بعض الوفود الكويتي لأسباب خاصة، مثلا شيخ ناصر صباح الأحمد له علاقة شخصية قديمة مع طلباني، فزار خصيصا. هذه لها معنى طبعا، شوفي ولو انه خارج الباص سياق الدبلوماسي، ايوه نعم، السياسي والدبلوماسي. الناس تتحسس لما مر فلان من الكويت كذا. فالانساني، الدبلوماسي، السياسي، والحمد لله يعني ربما تفتخر خارجيتنا، وانا كنت عضو فيها، إنه وصلنا إلى حلول تاريخية. الطاقم اللي بدأت عندما ذهبت تمثل الكويت في العراق كسفير، كيف تم اختيار؟ هل أنت اخترت أشخاص معينين يعملوا معك في السفارة، أم الخارجية هي التي رشحت؟ والله على الجانب الإداري كان لي دور، بس على الجانب الدبلوماسي إخواننا بالخارجية لأنهم أصحاب معرفة. أنا أنا ضيف على الخارجية الحقيقة، وأنا أشكرهم طبعا. أي والله عسكريا، يعني أنا أديت عملي إن شاء الله كدبلوماسي، وإن شاء الله يعني كسبت ثقتهم وقناعتهم، وأديت واجبي نحو الكويت. بس طبعا الإدارة سهلة أن تقول والله أتعرف على الشخص وأطمئن له، بس الجانب السياسي هذه درجة معينة يختارونها الخارجي. نعم. كيف كنت تتعامل يعني على أرض الواقع؟ هل يعني أيضا اهتميت بالشق طبعا الإنساني؟ هذا من ضمن أولوياتك، لأنك أنت ذاهب بالتوجه الإنساني قبل التوجه الدبلوماسي. كيف تلتقي بالدبلوماسيين المختلفين؟ كيف تحاول ربط الأمور في بعضها البعض؟ لأن أنت تعلم بأن في العراق هناك أحزاب، هناك وجهات نظر، هناك آراء مختلفة، هذا معك، هذا ضدك، هذا نص نص، فكيف التوفيق بين هذه الأمور؟ ولا شوفي، أنا طبعا ربما أول سفير عربي يعين بالعراق كتعيين، ولو الوصول كان للأخ الإماراتي الأخ عبد الله. إنما حقيقة يكون الطير على سكالة تقع، طبعا الخليجي طبعنا على بعضنا، كنا نلتقي وما شابه، بعدين أخواننا العرب، بعدين ممثل الجامعة العربية. فهذا الجانب خلي أقول تبادل الأفكار والآراء واللقاءات. وبعدين بدأنا طبعا عملية استضافة إخواننا العراقيين من مختلف المستويات، بلقاءات، بالعيادة الوطنية. إنما إذا أتينا إلى العمل، عملي كسفير، طبعا وجدت علي مهمة خلي أقول إقناع، حق تكون قناعة، تكون القبول والقناعة. ففي لازم أكون عندي المعلومات والوثائق الصحيحة. وكنت حينما يطرأ حدث مثلا أو إعلان أو شيء إعلامي أو رجل سياسي يتعرض لبلدي، وصارت كذا من الحالات، حقيقة أتعمد أني أطلب الموعد مع الشخص المعني وأقول له أنا مستعد أجيب على أي سؤال. وعادة
يعني أجد في قناعة بالنهاية، يعني ربما القليل جدا صعب إقناعه إذا كان يتملك شيء أنا ما أقدر أحلله. بس أنا يوم ما بالعمل الإنساني، لما كنا مساعد إنسانية، أحد الأشخاص قال هذا منين؟ من الكويت. قال أنا ما أبي من الكويت. سألت اللي وزع بالأخير أخذ ولا ما أخذ؟ تقول بعدين أخذ. قلت لي يكفيني لما يحط راسه على المخدة ويذكر إن الكويتيين وصلوا لباب بيته، طقوا باب بيته وساعدونا، يكفيني لما يحط راسه خلي شلون يفكر. لذلك دائما أقول أي واحد أيله إن شاء الله لما يحط راسه على فراش مخدته يفكر إن إحنا أتينا حقيقة لمصلحتنا أولا ومن ثم مصلحة العراق. هل اختلفت الصورة عندما يعني بالنسبة للمساعدات الإنسانية؟ هل نقلت مثلا مركز العمل الإنساني بكامل عمله من الكويت إلى مقر السفارة الكويتية في العراق، أم اختلفت الصورة؟ لا، الحقيقة مهمة المركز انتهت، لأن بحكم وجود سفراء وحكم وجود الهلال الأحمر والجمعية المشتركة ووجود وزارة الوزراء وكذا، ففي مختلف المستويات، بعض القرارات تأتي من أعلى وتنزل، وبعضها تأتي توصيات ويأخذ فيها قرار. بس إنما عملية التنفيذ دوري كان فقط ملاحقة المشاريع السابقة، مثلا المجمع الخيري الكويتي في بغداد في العراق أخذ وقت للإنشاء وكذا، وعملية التوزيع على الأيتام والأرامل أخذ وقت. فحصل أن حتى بعدي كان المشروع مستمر ويوزع على اليتامى والأرامل مثلا. طبعا الآن سفراءنا الحاليين، أنا قاعد أتابع الأخبار في الخارجي، عنده بعد أعتقد توجه إذا في مشكلة يطلبوا المساعدات، مثلا الموصل الآن كمشكلة، فأسمع أن في مساعدات للمهجرين من الموصل. كنا نركز مثلا لما صارت معركة الفلوجة، كان كل ما صار مشكلة هني تبدي مبادرة كويتية حقيقة للمساعدة الإنسانية. وأنا حقيقة كسفير كنت دائما أستفيد من البنود الخاصة لعمل إنساني، يعني هذا حقيقة. وحتى يعني صارت تعودت الناس أي واحد عنده مشكلة إنسانية يعرفون السفير الكويتي عند حكومته وعنده الميل. فيعني بقى إلى اليوم، وأعرف إخواني السفراء لا يزالون، والخارجية تبادر وهم يقومون بالمهمة فيما يتعلق بالجانب الإنساني. وبعدين أنا أقرب بعض أوراق تقارير الأمم المتحدة تثني على الكويت بهذا الجانب. بعض الأحيان إما تكون أموال ولا تجهيزات، وبعدين يستفيدون كذلك من قدرات الأمم المتحدة. هذه لها ميزة تكسبك سمعة دولية وهذا ومحلية. اللي عطى الكويت يعني اختيار حضرة صاحب السمو يعني قائد للإنسانية، واختيار الكويت لم يأتي من فراغ يعني. إلى هذا طبعا حس إنساني يخلق مع الإنسان، يعني جزء من صفات الإنسان. فربما يعني الحمد لله الله منحنا هذه القيادة، يعني بحسها إنساني تكسب مواقف متميزة للكويت. عزيزي المشاهد، نتوقف في استراحة قصيرة ثم عودة إلى حديثنا مع سعادة السفير علي المؤمن. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي الفريق، أول سعادة السفير علي محمد حسن المؤمن. أبو محمد، ذكرنا أن أهم المواقف لا تقتصر على العمل الدبلوماسي، هناك أشياء أخرى الاقتصادية المالية الثقافية أيضا، هل كان لها نصيب من نشاطك في العراق؟ والله جزئيا نعم، وجزء آخر ربما مساعد. مثلا موضوع مشاريع النفط بالعراق،
فكان في فترة طرح حقيقة المناقصات والعروض، فكان لأحد الشركات الكويتية حقيقة دور، فحرصت كل وجود، يعني متدخل وجود ربما ساعد موقف الشركة الكويتية، وهذه الشركة لكويت انرجي، ونجحت في كسب كثير من مشاريع التنقيب. والآن كنت حديث مع أحد الأخوان الدكتور منصور بو 50، قلت أبارك له بالإنتاج، وعندهم طموحات حقيقة، وربما طموحات مفيدة خاصة مما يتعلق بالغاز، ربما نستفيد منك كويت بالمستقبل. فهذه مثلا كمثال، زائد طبعا في جفاء بما يتعلق بالاستثمار بالعراق، ولو أن في ناس عندهم جرأة الآن، في بدأت مشاريع في مناطق مختلفة من العراق، في بعضها تبرعات أو عمل إنساني أو جانب ديني، إنما الجانب التجاري بدأ حقيقة يبرز الكويتي. أنا عارف مشاريع مولات الآن موجودة بالعراق. نأتي إلى موضوع الجانب الآخر اللي هو حقوق الكويتيين بالعراق، وبالأخص معروف إن بالماضي الكويتيين جانب الاقتصادي لما تكون لهم أموال تأتيهم من التجارة ومن صيد اللؤلؤ، الأموال تحتاج استثمار، والقديم الاستثمار كله بالنخيل، وبالزراعة، وهذا موجود جنوب العراق. ففي أملاك طبعا فهمت منها أملاك اللي هو مؤسسات بنية أساسية، بيوت، تجارة، تكاكين إلى آخره. في جانب الآخر اللي هو يسمون البساتين، اللي هم يكون بساتين نخيل. وفي الموضوع الثالث اللي هو المزارع، هذه المزارع تمنح للناس ولا يملكونها. هذه طبعا ما يقدرون الكويتيين يطالبون فيها، لان اساس الحكومه تعطيها لاي شيء، وكانوا الكويتيين هم اكثر مستثمر فيها، هذه ما فيها مجال مطالبه. انما المزارع والبيوت، النخيل والبيوت، هذا استطعنا الحقيقه نؤكد ملكيه الكويتيين كتاكيد بالبدايه. والحقيقه امانه دعيت من مجلس الوزراء العراقي بعد احد الاجتماعات، وبلغت ان طلع قرار انه يحق للكويتيين التصرف باملاكهم، بيع وشراء. اي نعم، بيع وشراء وكذا. والحقيقه في بعضهم الان متاكد دينارهم مو بعشره، يمكن صار بعشرين، لان بعض الاراضي بالعراق في مواقع معينه لها اثمان عجيبه، يعني تعادل اكبر بلد يعني كذا. فهذه اللي عنده وثائق ان كانت قديمه او حديثه، او حتى لو كان فيها تزوير، تعود وتؤكد ملكيته. يبقى حالة الحقيقة الصعبة اللي هو استيلاء نظام صدامي على ملاك بعض الكويتيين، استيلاء على كدولة، واستصرفت هذه الدولة. إني هذه صعوبة أعتقد، ما أدري، في لجنة عينت أنا عارف مشتركة كويتية عراقية لمتابعة أموال الكويتيين، وين بصلب هالموضوع الشائك لحد الآن أنا ما أدري. إنما بموضوع الوثائق تؤكد حتى لو مزورة تعاد إلى الكويتيين، يعني أنا كل من قبل اللجنة وبعد اللجنة، وايد كويتيين الآن عندهم وثائقهم وأملاكهم معروفة معينة، في البعض يبيع أو البعض وده يحتفظ يعني، بس هذا جانب الأملاك الكويتيين. طبعا يبقى عملية الانفتاح على العراق بما يتعلق بالسياحة، السياحة الدينية، هذه يعني أنا كنت أحاول في فترة، طبعا بعض الدول تحط قنصلية أو جزء من السفارة ينتقل لهذا الأماكن، كني كلنا تواجد في المراكز الدينية أثناء فترات الزيارات، ويعني
نتعرف على الحملات الكويتية ونوريهم مواجهتنا يعني كممثلين لصاحب السمو بالعراق، ويعني نطمئن عليهم. في كثير من المشاكل، بعض رجال العمل الكويتيين لهم رغبات بالاستثمار بالعراق، وفي عارف ان في مشاريع على مستوى بناء مدن، بس يبقى الجانب الامني حس، وتدري الانسان يبي يطمئن على اموره وكذا، طبعا هذه سببت بعض التاخير بالاستثمار الاقتصادي بالعراق. فيعني هذه الجوانب مثل ما تفضلت، الاقتصاديه الاجتماعيه يعني الاملاك أيضاً الفرديه، كان لكم دور فيها. يعني اي نعم، الان في لجنه متخصصه الحق للموضوع، وطبعا متابعه السفير شيء اساسي. اهم المواقف سعاده السفير التي واجهتك في عملك الدبلوماسي في العراق؟ والله شو يعني نرجع لموضوع جانب الإيجابي والسلبي. يعني في كان سهولة التعامل مع كثير مع القيادات العراقية، ولهم حقيقة نظرة احترام لمواقف الكويت، بس يبقى أصحاب مواقف أخرى نحتاج نقنعهم. فصدر بالإعلام العراقي بعض الأحيان ذكري شخصيا بالسلبية لأني عسكري سابق، ذكر مثلا عدم الاتفاق مع موضوع سياسة الكويت، ولو مو على درجة الحكومة، على مستوى قياديين إما يكونوا أعضاء برلمان أو وسائل إعلام. فيعني هذه بعض المحطات الإعلامية العراقية سألوني وصارت لي مقابلات، وكنت أبرر أو أرد على هذا الجانب السلبي، ويعني شعرت أن في بلغت يعني من كثير من القيادات العراقية في نوع من الثناء على وسائل الإقناع الكويتية لإخواننا العراقيين ونواينا الحسنة حواليهم. ما تقدر تكسب الناس 100%، بس أعتقد صعب صعب. أعتقد الحصيلة النهائية اللي مو مقتنع أعتقد يحترم موقفك. فهذا الجانب الإعلامي كان ربما بالبداية شديد، بس الآن الحمد لله يعني خل أقول جهدي وجهد زميلي اللي بعدي واللي بعدي، نعم، يعني وضعنا إن شاء الله من جانب الإعلام. يعني سياسة الكويت ودبلوماسيتها هي التي تؤدي في النهاية إلى الإقناع، لأن الكويت غير متشددة، غير يعني مناصبة العداء لأي أحد. الآن بعد التقاعد أبو محمد، كيف تقضي أوقاتك؟ والله أنا بعض كلفت من بعض المؤتمرات مشاركات في إلقاء بعض المحاضرات لها علاقة بأمن المنطقة مثلا، أو أني حقيقة أقضي معظم وقتي بالقراءة ونشاط اجتماعي. ممتاز. كيف يعني ماذا تقول يعني الحوار الذي يعني يستدعي ذكرياتك عن العسكرية، عن فترة الدبلوماسية وإن كانت هي قصيرة قياسا بالعمر الطويل للعمل في السلك العسكري؟ كيف تقيم تجربة علي المؤمن؟ لا شوفي، تقدرين تأخذين جزئين حقيقة إدارة البلد إلى عدة أجزاء. ما في شك أمور الخدمات لأي بلد، وهذه في وزارات متخصصة، بس طبعا أنا يتملكني حس الأمني لبلدي. يعني ها يعني خل أقول لو أطالع برنامج معين أو أقرأ خبر معين أو أتابع، تجديني أتابع الخبر الأمني أكثر، إن كان محلي أو منطقي أو عالمي.
هذا طبعا يخلي يعطيني وقت القراءة وكذا. يعني أملي اللي أنا يقول لك العسكرية أحد أعمدة الدولة وبقائها. فهنالك أهمية كبرى للجانب الأمني، فربما هذا أكون أنا متابع بس بكل تأكيد ما لي نشاط لأن الدور لغيري الآن. أي وربما في إذا كان في اجتماع أشارك بحديث أو ما شابه، إنما الآن أنا حقيقة كما قال البعض لازم واحد يتمتع في هالمرحلة من السن بطريقة تختلف. الله يعطيك العافية، يعطيك الصحة أبو محمد. حقيقة الحديث معك على مدى حلقتين كان طيب وممتع، وهل من كلمة تود أن تقولها في نهاية هذا اللقاء؟ والله طبعا ما عندي إلا أقول أشكركم على هذا اللقاء، وهذا اللقاء سبق لقاء آخر، وأنا حرص أن إذا كانت لأي مشاركة تكون عن طريق الإعلام الرسمي لدولة الكويت. ربما لرأيي أني شرط مشاركة بخارج نطاق الرسمي. ثانيا ما لي إلا أقول يعني حق شباب الجيش الكويتي سلمناكم الأمانة ما نقدر شايف، وأنا واثق الآن جانب العلمي أساسي. إحنا انتقلنا يعني من جانب العملي بالعسكرية ذو تأثير أكثر، الآن بدأ الجانب العلمي سايبر وور يعني الحروب الإلكترونية كذا، فضروري الثقافة والمتابعة. يعني أنا أكلم شخص برتبة نقيب مقدمين وعلى هذا الآن أمورهم طيبة إن شاء الله، فالقراءة وقراءة تجربة الآخرين. يعني كثير من تعبئتنا العسكرية استراتيجيتنا العسكرية كانت نتيجة تعلم من الحروب الفعلية، إذن لازم حنا نستفيد منها بدون أن ندخل حرب. فمثلا بالحرب العالمية الأولى كثير من دروسنا كانت نتيجة دماء على الأرض، والقادة بعد كل معركة يحللونها وتكتب وتوضع بالكتب وتدرس، تسمى تعبئة، تسمى تكتيك، تسمى استراتيجي بوليسي اللي تسمينها، تبقى حافظ على خل أقول الجانب العلمي للحرفة، استقراء التجارب. يعني التاريخ قادم. نعم. والآن الحمد لله الفرص التعليم عالية، درجات العلمية متميزة، والجيش الكويتي أنا متأكد أنه حارس على الجانب العلمي. عزيزي المشاهد، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الفريق أول سعادة السفير علي محمد حسن المؤمن.